10 نواب للتحالف الديمقراطي في المجلس الوطني التأسيسي فكروا جديا في الانسحاب من الكتلة الديمقراطية بسبب تباين في المواقف، من بينها لائحة إعفاء رئيس الجمهورية منصف المرزوقي وأيضا ما يتعلق بالدستور. نحن نفكر بجدية في مراجعة علاقتنا بالكتلة الديمقراطية. ليش؟ على خطر ليشكل كتلة، تو احنا أطراف سياسية فيها أحزاب وفيها بعض المستقلين، ليشكل الكتلة بين أحزاب سياسية موقفها مختلفة هو الحد الأدنى من التوافق. وقت نتوافق على حاجة نلتزم بها، احنا توافقنا على إتمام معناها إجراءات لائحة الإعفاء واللي كانت معناها رئيسية اللي وراها هي الكتلة الديمقراطية. فنفاجأ بأن بعض أعضاء الكتلة الديمقراطية سحبوا إمضاءاتهم وساهموا في عملية إسقاط هذه اللائحة. من جهة أخرى، فإن غياب التنسيق بين مكونات الكتلة الديمقراطية خلى نواب التحالف الديمقراطي يعيدوا النظر في المسألة وربما تكوين كتلة جديدة حتى يكون الأداء أفضل. ما فهمش تنسيق في وسط الكتلة، دونك يا إما باش تتحسن أداء متاع الكتلة ونحاولوا باش نكونوا عنا تنسيق ما بيناتنا، لكن وإلا ما فهمش معناها حتى أساس الوجود ناس على أساس أنهم فرد كتلة لكن مواقفهم متبينة بالطريقة هذه. نحن باش نحاولوا نلقاو صيغة وطريقة متاع عمل أخرى اللي باش تحسن الأداء، وإذا كان شفنا أنه لا مجال هذايا وما نجموش نطبقوه يولي تكوين زوز كتل وكتل معناها فاعلة وتكون عندها أداء به في المجلس يكون أحسن للمجلس الوطني التأسيسي ولينا نحن كنواب. شو صاير محمود؟